بنتي يا حرام عليكي نفسك، الفجر طلع وانت لسه صاحيه. معلش يا بابا، اصل بجمع معلومات عن الجزيره اللي هكتب عنها الموضوع عشان لما اروح النهارده ابقى فاهمه انا بعمل ايه. ايوه يا حبيبتي، بس ده اوفر لود على جسمك وصحتك. وانت سهرانه بقالك كام يوم؟ بكره عشان الجمعيه. في يا بابا، هو حضرتك انضميت لجبهه ماما ضدي ولا ايه؟ يا حبيبتي انا خايف عليكي، مامتي كمان خايفه عليكي، ساعات بحس ان ليها حق في زياده قلقها عليكي. ده اللي انا خايفه منه حصل فعلا بقى. لا خلاص براحتك، بس خدي بالك من نفسك. ايوه كده، ارجع عمر يا قمر. تاخد تقرا؟ لا انا افضل استمتع بيها وهي منشوره، بس على الله ما يكونش فيها حاجه تحرق الدم. ايه اللي ممكن يحرق دم اغلى انسان عندي في الدنيا وانا نسفه فورا؟ يعني شتيمه في رجال الاعمال عمال على بطال، واللي اصغر واحد فيهم فاتح 1000 بيت، شتيمه في وزير بيشتغل بذمه وضمير، يقوم يسمعني كلمتين على بنتي ما لهمش لازمه على اللي عملته فيه، حاجات لطيفه كده يعني. لا هسيبها لك مفاجاه احسن. طيب قولي لي، صليت الفجر؟ لا هخلص الصفحه دي واقوم اصلي. ادعي لي معاكي يا ربنا يعيني على بنتي اللمضة. امين. بس ياما في ايه؟ اصحى الساعة بقت 8:30. ياما مش هروح انا الشغل النهارده، نفسي يعدي عليا يوم من غير ما اشوف فيه ظباط ولا عساكر. وانا بقول لك روح سلم نفسك، انا بقول لك اصحى روح الجامعة عشان تجيب الشهادة يا واد. شهادة ايه؟ بقول لك ايه، ما تستعبطش، ابوك قايل لي 200 مرة قبل ما ينزل اصحيك وافكرك، ما تجيبليش الكلام. انا مش فاهم شهادة ايه اللي هو عايزها دي، يعني كانت نفعتني بايه لما خدتها عشان تنفعني دلوقتي لو جبتها؟ دماغك بقى يا ابني، دماغي ملهاش دعوة، دي دماغ ابوك. والنبي تريحه ريحه يا هيمة، ده احنا ما صدقنا نلم المسائل اللي بينكم عشان خاطر يا هيمة. ما تخلينيش هلجأ بقى لأساليب تانية معاك. أساليب تانية ايه يعني؟ هتكهربيني يوم على الصبح كده وبعدين انت بتهدديني على غير الريق ولا ايه؟ هتعملي ايه يعني؟ هتدعي عليا؟ قلبك مش هيطوعك طبعا. والنبي ماشي يا هيمة، ماشي يا هيمة. طب صباحنا وصباح المولد لله بقى. يلا الاوضه مكمكمه وعايزه تتهوى. قوم يا واد، قوم يلا، عايزين ننزل ناوي عاملها من الجمعه. بس يلا نعتبر النهارده الجمعه كلها ايام ربنا. كده يا امه تعملي معايا كده؟ ماشي يا امه. على فين العزم ان شاء الله؟ الحق الجمعه قبل ما تروح عليا. الرأي يا شابة، أنا كنت. هو حضرتك من أهل الجزيرة؟ أيوة يا أختي، ما قلتليش أنت مين؟ أنا صحفية، كنت بعمل موضوع عن أهل الجزيرة ومشاكلهم وخصوصاً الستات. بقولك إيه، ما ينفعش تساعديني يعني وتقعديني مع كام ست كده يتكلموا معايا عن الجزيرة؟ آه، بس هتدفعي كام في الراس؟ راس إيه؟ آه، أنا تحت أمرك، اللي أنت عايزاه. ما تستنى يا واد، عامله لك الفطار اهو. لا ياما معلش، اصل انا هروح افطر مع منى. يا ريتني ما صحيتك. انت واد لحقت تحن لها بعد اللي عملته فيك؟
ابوها واخوها هما اللي عملوا يما، لكن هي اللي عملته ده كان عبط وعرفت غلطها. اموت واعرف انت عاجبك في البت دي ايه؟ من توب يما، كويس ان هي صابره عليا لغايه دلوقتي. وبعدين ما احنا جربنا الحب، عمل لنا ايه؟ ولا نسيتي؟ طب خلاص خلاص، ما تزعلش نفسك كده وتقهر نفسك على الصبح. يلا روح لها، ربنا يساعدك. بس لو ابوها ولا اخوها اتكلموا نص كلمه تجيهم على دماغهم، الصوت هيواد معاهم، ما تسكت لهمش. لا ما تقلقيش يما، ما انا رايح دلوقتي مخصوص عشان متاكد ان هم مش هناك. ما فيش هناك دلوقتي غير امها ورسميه ست طيبه. اوعى يا حبيبي تقعد معاها لوحدكم، حكم الشيطان شاطر والبت دي مخوياه. ربنا يسد نفسك عنها. قادر يا كريم؟ ماشي يما ماشي. طب خلي بالك من نفسك. ستي ستي اصحي بسرعه، امي عامله كبده. كبده؟ الحقيني بالكبده يا امجاد. ابدا انا كده يا هيمه؟ طب والله ما هنساها لك. خلاص انا نسيت. يعني صافي يا لبن حليب يا قشطه، ولو اني برضو يا هيمه مش قادره انسى البهدله اللي انت بهدلتها لي. تموتي في حاجتين، اللك واللت يا بنت. ما قلنا صافي يا لبن. بعدين انت انا بغير عليكي، المفروض تفرحي. ومين قالك يعني ان انا مفرحتش؟ طب ما تفرحيني معاكي بدل ما انت بتفرحي على جوه كده. ايوه كده اضحكي، الله يحرق اخوك عزت بجاز. عارف يا هيمه، انا حسيت ساعتها كده ان انت خايف عليا عشان انا لحمك. ولما انت عارفه ان انت لحمي تقومي تعري لحمي؟ انت ايه فاكره اللي بيجري في عروقي ده ايه، عصير؟ يا بنت ده احنا دمنا حامي وحامي قوي كمان، ولو لحمنا اتعرى نولع فيه. فاهمه يا بنت؟ فاهم. قومي بقى ليلي بيضتين تانيين عشان ما شبعتش. من عينيا الاتنين يا حبيب قلبي. هو انتوا بتعدوا البيض هنا يا منى قبل ما تقلوه؟ هيمه اوعى يكون كلام ابويا امبارح زعلك. لا لا ما زعلنيش، هو حرق دمي بس. بس هو ابوكي كده، ما كانش يقول لي الكلمتين دول قبل ما ينام، يجي له حمو وما يعرفش ينام. بس انا يا هيمه برضو عايزك تحاول تعمل حاجه في موضوع الشقه ده عشان يعني تهديهم. يا فتاح علي ما رزق يا كريم. يا بنت منى، مش انا قلتلك لما المشروع بتاعي يتعمل والبليه تلعب هاخدك بقى ونطلع الفيوم، وبدل ما نقعد انا وانت في اوضه وصاله ونتحشر، لا ناخد بقى شقه كده جنب المشروع وتبقى شرحه وبرحه. ونجيب عيال صغنطتين كده يملوا علينا البيت، عايزاهم يبقوا شبهك. عارفه لو قمت عملتي لي البيض دلوقتي وكملت اكلي احتمال يبقوا شبهي، اما بقى لو طنشتي هيبقوا شبه عزت. يلا بنت انجزي، عايز انزل. طب هيمه كنت عايزه اطلب منك طلب. الله يحرق دفتر اللي هتزليني بيه يا بنت. ما كانوش كام بيضه دول اللي مطلعه عيني عشانهم؟ اموري يا عيون هيمه. كنت عايزاك يعني كده تجيب لي موبايل. اجيب لك ايه؟ موبايل عشان ارن لك كده وانت في الشغل وابعت لك مسايج. مسايج؟ انت عارفه المسايج لو سمعت كلمه زي دي عمرها ما هتوصل لي. هي بقى يا هيمه يعني انت مستخسر فيا الموبايل؟ انا استخسر فيكي حاجه برضو، ده انا اديكي عناية يا بت. خلي بقى البيض البسطرمه طالما فيها موبايل. الآن لابد أن أقفل أوراق هذا الكتاب إلى الأبد، أو إلى أن أجد من يشاركني في حلمي. ليس أمامي خيار آخر، ليس هذا يأسا أبدا بقدر ما هو تفضيل لأن أكون عاقلا وأعيش زمني دون أن أنفصل عنه. الآن لابد أن أواجه نفسي بالحقيقة. عيني عليك يا
دعت ما تسمك تهمك ومسويت الدنيا في عينيك وانت مليان نور. الناس ماهيش فاهمة روحها بجد ولا فهمك زي اللي محصور وبين ناسك وبين أبصور زي اللي محصور وبين ناسك وبين أبصور. ولذلك كله أضع هذا الحلم جانبا ولو إلى حين، وما أكثر ما أجبرتني الحياة على أن أضعه جانبا من أحلام. بتحكوها دي أنا حاسة إن شاء الله إن الموضوع اللي بكتبه عنكم ده هيكسر الدنيا لما ينزل. دنيا اللي هتتكسر يا أنسة، ده احنا ياما ورد علينا صحفجية وبتوع تلفزيون وحالنا لسه يحزن زي ما هو. ما تزعليش منها، اصل هي طول عمرها نكدية، شوفوا وشها مكرمش ازاي من كتر النكد. مش لوحدها يا اختي. انا عارفة ان يمكن يكون الكتب عنكم كتير ومفيش حاجة تغيرها، بس الفكرة مش بس في الكتاب، العبرة باسلوب التناول. تناول؟ طب اتناولي مني كوباية الشاي دي واشربيها قبل ما تبرد. خدي يا اختي بألف هنا. وانت تاني انت عايزه مننا ايه؟ مش عايزه استخدم لفظ مزه، طب اقول لها ايه؟ دي ملك ومالها بقى يا هيمه، دي ضيفتنا يا جدع. يا لحقت تقعد وتقرركوا كمان، انت بتعملي ايه هنا؟ دي صحفيه وهتنزل صورتنا في الجورنال، ودي منظر خلق تنزل في الجرايد يا خلع عنبه. لا انا مش مصدق حكايه الصحافه دي، ممكن لو سمحتي تورينا الكارنيه بتاعك؟ انا فنانه تشكيليه ونشطه في العمل الاهلي. شفتوا؟ طلعت نشيطة في النادي الاهلي. ايه بقى حكاية نشيطة دي؟ انت تبع مين بالظبط؟ وانت بتحقق معايا بصفتك مين؟ حد من اللي قاعدين دول يقرب لك؟ ده احنا اللي مربيينه. هو انا اعرفك يا ست انت؟ في بيني وبينك حاجة؟ عارفة حظك ان مرتبط بمعاده ومش فاضيلك، بس قسما بالله لو شفتك هنا في الجزيرة تاني لابلغ البوليس. اوعي تفتكري يعني ان انا ماليش سكك في البوليس، لا انا نص ضباط البلد دي خادمهم ومستنيين يردوا لي الخدمه. سلام يا ناشطه. وانتوا فرحانين انكم هتتصوروا وتنزلوا في الجرايد؟ ده انتوا هتتجرسوا. مين ده؟ ده هيمه زين الشباب الوراق، ما تزعليش منه، هو جعجاع بس قلبه طيب. ايه حكايه الواد ده؟ ماله كده عامل لي زي عفريت العلبة؟ اهو يا سيدي ابراهيم محمود زين الدين. اتفضل يا سيدي، اتفضل امضي لي هنا بالاستلام. هي دي اللي الواحد ضيع من عمره 15 سنة عشانها؟ قصدك 16 سنة؟ لا، ما انا جيل 5 ابتدائي لحسن الحظ كمان. عموما يا سيدي تقدر تتفضل، والف مبروك. على ايه؟ على الشهادة يعني. الله يبارك فيك. ويا ترى اتأخرت ليه في استلام شهادتك يا ابراهيم؟ والله مشاغل يا فندم، الشغل واخد كل وقتي. ما شاء الله ما شاء الله. واشتغلت فين بقى يا ابراهيم؟ يعني ما رضيتش اشتغل في الحكومه ففتحت شركه صغيره كده. ما شاء الله ما شاء الله، كل خريجي كليتنا من الناس العظماء الجمال الكويسين. ده هايل، انت عارف ان رئيس الوزراء وثلاثة أربعة من الوزراء بتوعنا من خريجي كليه التجاره؟ طبعا يا فندم، ما هي التجاره شطاره معروفه دي. ما شاء الله ما شاء الله. ويا ترى بقى شركتك متخصصه في ايه؟ في تصنيع السفن، يعني بيزنس على الضيق كده، بس الف حمد وشكر ليك يا رب، مكسبه مضمون. سنه وانت طيب يا باشا. وانت طيب يا عم جوده. الله، انت تعرفني يا باشا وانا اقدر انساك برضه يا عم جوده.
انا ابراهيم. ابراهيم اللي كنت بشتري منك السجاير، كنت بتاخد مني نص جنيه زياده في العلبه. ربنا يخلي سعادتك يا باشا. طبعا تلاقيك بنيت عماير من ورا السجاير اللي كنت بتبيعها لنا. عماره ايه يا باشا؟ احنا على باب الله، ولا انت بتقول كده عشان هتاكل الحلاوه علينا يا باشا؟ هو انت ما شبعتش من اكل الحلاوه يا عم جوده؟ ده حتى اكل الحلاوه كل يوم غلط. على قولك صح، ربنا يديك الصحه يا باشا. خد يا عم جوده، اتفضل. ادي الحلاوه يا عم جوده، ولو اني مش عارف على ايه، بس انا بقى هعتبرها حلاوه ما شفتك. ابراهيم، هيما، ازيك يا ابراهيم؟ انت نسيتني؟ انا تالي. لا 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 طبعا انساك ازاي؟ لا فاكرك فاكرك. ازيك؟ ازيك انت؟ والله انك وحشه يا ابراهيم. ربنا يخليك، الف مبروك. خلاص حبقى ام، تخيل بذمتك حد يصدقها دي؟ لا انا مش هسمي ابني بيومي. يا بنت بيومي، بسطويصي، عويس، الاسماء دي تحسسك باصاله مصر. يا سلام. لا لا بيومي لا طبعا. طب ايه ده؟ ايه رايك في عبد الجبار؟ رحت فين يا ابراهيم؟ لا لا ابدا، اصلي يعني مش متوقع ان ممكن اشوفك، اتفاجئت. إيه انت جايه تاخدي الشهاده بتاعتك برضه؟ لا شهادتي يا ابني، انا جايه مع جوزي. ناجي، تعال اعرفك على ابراهيم. اهلا وسهلا. ابراهيم كان زميلي في الكليه، ناجي جوزي، استاذ مساعد هنا في الكليه، وعلى فكره هو كان سابقنا بثلاث سنين. فرصه سعيده جدا يا فندم، والف مبروك، وربنا ينفع وربنا يتم بخير كل الحاجات يعني مع بعض. يعني انا مضطر امشي، بس ما تفضل تاخد معايا قهوه في مكتبي. لا معلش، اصل انا كنت جاي اخد الشهاده وامشي على طول، لازم اعدي على اخويا بيدرس هنا في دار انجلش جنبكم على طول. طيب مش تقول لي بس اخبار حياتك ايه؟ عظمه، عظمه العظمه، كله تمام وزي الفل. فتحت شركه صغيره كده يعني ماشي. والله فين؟ في الاقصر، اسمها دريم تورز. ما شاء الله. على فكره ابراهيم طول عمره لسانه حلو، واحسن واحد كان في الكليه يعمل اسر. طب وحياتك الخاصه اخبارها ايه؟ عندي عبد الله دلوقتي، عنده 10 شهور. والله بجد؟ بس ايه ده، انت لابس الدبله يمين مش شمال؟ ما انا اتفقت انا ومراتي نفضل مخليين الدبله في اليمين عشان ما نحسش بملل يعني. والله فكره، ايه رايك نبقى نعملها يا ناجي؟ ولو ان انا مع ناجي عمري ما حسيت بملل. عايزين يا حبيبتي لما نتجوز ما ننقلش الدبل من ايدينا اليمين، عايزينها تفضل على طول في ايدينا اليمين عشان ما نحسش الاحساس البايخ بتاع الناس المتجوزين. عايزين نفضل نحس بالخير. احنا لسه مخطوبين. رحت فين يا ابراهيم؟ للدرجه دي الكليه وحشاك؟ طبعا وحشاني، وحشاني جدا طبعا. انا مبسوط قوي اني شفتك، قصدي شفتكوا طبعا، بس معلش انا مضطر امشي. وانا كمان مبسوطه قوي ان انا شفتك. ابقى اسال يا ابراهيم. فرصه سعيده. باي، مستنيين تليفونك. باي. سعادة الباشا، سعادة الباشا، سعادة الباشا، ثواني يا سعادة الباشا. في ايه يا عم محمود؟ مش وقته. اكل من الباشا كلمة لو سمحت. سيبه. سعادة الباشا، سعادة الباشا، انا سعادة الباشا بشتغل في الشركة دي بقالي 30 سنة، عمري كله راح علشانها، وعشمان في سعادتك تخدمني خدمة العمر. لو اقدر اعملها عمري ما هتأخر عنك. اتفضل قول. ربنا يخلي سعادتك يا باشا. ابراهيم ابني، ابراهيم ابني خريج تجاره يا سعاده الباشا، وعبقري في الكمبيوتر، وعنده كذا لغه، وطول عمره شغال مع الخواجات. وسعادتك عارف بقى شغل السياحه يوم كده ويوم كده، فيعني سعادتك لو تخدمني وتعينه في اي مكان هنا في الشركه. معلش يا سعادة الباشا، أنا عارف إني بتايل على سعادتك، أنا عارف يا سعادة الباشا، بس عشمان إن سعادتك ما تكسفنيش.
خليه يسيب ورقه في شؤون عاملين وان شاء الله اللي فيه الخير يقدمه ربنا. صحيح يا باشا. اوكي يا عم محمود، ربنا يعمر بيتك يا باشا، ربنا يعلي مراتبك كمان وكمان، يا رب يعينوك وزير. ده لو تحب طبعا يا باشا. ربنا يسعدك، الف شكر الف شكر الف شكر. احمدك يا رب واشكر فضلك، احمدك يا رب واشكر فضلك، والله انكتب لك السعد يا هيما يا ابني. شفت امبارح فيلم امريكان باي 2؟ لا. يا خساره، فاتك نص عمرك، ده ممنوع من العرض في مصر، ده كانوا عارضينه امبارح على قناه الموفي شانل. انت كنت وقتها بتعمل ايه؟ انا كنت قاعد على النت. بابا يا ستي خانقنا، قاعد طول النهار يتفرج على الاخبار، تقوليش كوفي عنان. هم الكبار كلهم كده، ريح دماغك وهات لك ديكودر في اوضتك. والله فكره، بس انا بصراحه بحب النت اكتر، النت واخد كل وقتي. انا ما بحبش اتفرج على الفيلم غير في السينما. ما تيجي نكروس شويه بالعربيه لحد ما يجي ميعاد المحاضره. اوكي ليتس جو. تستعر مني يا واطي؟ ماشي، لينا كلام في البيت. طبعا يا عم من قدك، كلمت السيد رئيس مجلس الإدارة شخصيا. مش بس كده يا بلاد، ده بص في عينيا وبصيت في عينيه ودار بينا كلام وحديد. اوعى تكون سبته يمسك ايدك. هو حاول بس انا رفضت. طب قول لي بقى بالامانه، طمنك على تعيين هيما ابنك؟ يعني ما معناه. طب وده يستاهل بقى انك انت تلملم ورقك وتمشي بدري ساعه؟ ايه رايح تجيب تورتايه للعيال؟ لا، التورته دي هتبقى مارون جلاسيه يوم ما الواد ابراهيم يتعين وطلبنا عليه. ابقى رايح فين بالامانه؟ شوف يا ولاد اخويا، وبعد بقى ما اطمنت على مستقبل الواد هيما، رايح اطمن على مستقبل انا شخصيا. لا يا اخ محمود، انت كل ماده بتزداد غموض. ايه؟ تكونش اتغنيت من ورانا؟ يا ساتر عليك يا ولاد، يا ساتر. كل اللي شغل تفكيرك الفلوس الفلوس وبس. يا ابني افهم، الغنى غنى النفس، وانا عندي من ده كتير. تاخد حبه؟ نومني جيبك حضرتك شويه. عمرك يا هيما بيتباع زق قصاد عينك، حوط علي من الهوى ودمه في دراع عينك. عمرك يا هيما بيتباع زق قصاد عينك، حوط علي من الهوى ودمه في دراع عينك. كرمتك بعطيت من حب مات بدري، وبين اخوك اللي انطر والشكل الفقري، شهادتك العليا تحت اتمرمغت في الطين، وهتعملي في زمان وفي دنيا منحطين، ارمي حمولك على الله وربنا يعينك، ارمي حمولك على الله وربنا يعينك. عمرك يا هيما بيتباع زق قصاد عينك. السلام عليكم يا خال. هيما. عليكم السلام. ابن حلال مصفي، انا لسه مخلص شغل وكنت هتغدى اهو. تعال تعال.
السلام عليك يا خال. عايش حياتك بتفكرني بالمرحوم غاندي. الصبح فلاح وبعد الظهر معلم اجيال، ناقصك معزه وعصايه والجزيره دي تبقى تبع سفاره الهند. بس كده ما دام فقت على خالك تبقى خدت على دماغك بالجامد النهارده. طول عمرك قرين يا خال. كنت هقول لك ما انا اللي مربيك، بس اللي انت عامله من شويه خليني اقول ان انا ما عرفتش اربيك وانك ما تربيتش اساسا. كل يا فقري كل وقول لي ايه الورقه المعفنه اللي في ايدك دي. طب وليه هسد نفسك عن الاكل؟ ده انت راجل شقيان طول النهار. يا سلام، ما انت سدد نفسي طول عمرك يا خي. ايه الجديد في الموضوع؟ قول وفرحني بخيبتك. لا بص، هما بصراحه كذا خيبه. تحب ابدا لك باني خيبه فيهم؟ خد هات الخيبه الاعرض. والله ما قستش يا خال. بص انا هحكي لك وانت بقى بقيس براحتك. تمام كده يا باشا؟ زي الفل. وادي اتصال بالمقدم واول قسط، والف مبروك عليك الجهاز. يبقى اقولها لما نيجي نستلمه. قبل المناسبه احنا هنستلمه امتى ان شاء الله؟ يعني اسبوع 10 ايام، ربنا سهل. ايه؟ اسبوع 10 ايام؟ وانا بقول سنه ولا اتنين؟ هو الموضوع اسبوع، وبعدين الاسبوع الايام دي بيخلص كده، محدش بيحس بيه. ايوه اصل انا محتاج الجهاز قوي، محتاجه فورا. والله حظ سعادتك كده، كل الاجهزه اللي في السنترال خلصت، وفي طلبيه جايه في خلال اسبوع. يعني مفيش قدام سعادتك طريقه ثانيه؟ يعني لو دفعنا قرشين زياده نستلم اسرع. هو انا مش فاهم انت حضرتك محبك قوي كده ليه بس يا باشا؟ اصل مستقبلي كله في الجهاز ده. انت محسسني ان هو جهاز طبي. يا بيه ده انا عندي الجهاز متلقح في البيت بقاله اسبوع، محدش بيلمسه. يعني بقول لك ايه؟ تشتري الجهاز اللي عندي. اشتري الجهاز اللي عندك؟ انت بتقول ايه؟ انت شايف يعني معايا فلوس قوي عشان اشتري الجهاز اللي عندك؟ انا مش فاهم ايه الفصولات البايخه اللي بتعملوها معانا دي؟ ما قلتليش ليه الكلام ده اسبوع 10 ايام قبل ما ادفع الفلوس واتعاقد؟ انت فكرك يعني كنت هتلاقي في شركه تدي لك جهاز بالمواصفات ولا بالتسهيلات اللي احنا مدينها لك دي ولا ايه؟ بس يعني ما فيها هتسلمني الجهاز نفسه. طب احنا هنسلمه لك، بس الصبر شويه. اصبر يا اخي، الصبر مفتاح الفرج. وبعدين ده كل شيء جاهز في الايام دي. ايوه كل شيء جاهز. ادي الكمبيوتر اللي هندخل بيه عصر السرعه. اه يا بلد هعمل ايه؟ طب بقول لحضرتك يعني لو سمحت بعد اذنك، بدل ما افضل رايح جاي رايح جاي، انا هسيب تليفوني لحضرتك بعد اذنك يعني، علشان لو الجهاز جه تديني خبر اجي استلم الجهاز. ممكن؟ ادي يا خال الخبتين بتوع النهارده. تفتكر بقى اني فيهم اعرض؟ يا عيني يا ابني، لسه فيك حيل تهزر بعد كل ده؟ هعمل ايه بس يا خال؟ طب ده انا ساعات بيتهيألي ان الهزار ده هو الوسيله الوحيده اللي بتحسسني ان انا لسه عايش وان روحي ما طلعتش. على رايك. انا يمكن زمان كنت كده، بس خلاص الزمن هد جوايا كل حاجة، حتى الهزار والتريقة بقت حاجات صحتي ما تستحملهاش. ربنا ما يكتب عليا واوصل للي انت وصلت له ده يا خال. طب ده انا لما بفتكرك زمان، مش هقول زمان، من يجي 10 سنين مثلا، كنت مرفوض زي ما انت كده، بس كانت ضحكتك مالية الجزيرة، وكنت نازل تريقة على الكبيرة قبل الصغيرة. ايه اللي جرالك يا خال؟ جرالي اللي هيجرالك يا هيمة. يا ساتر يا رب، اعوذ بالله عكابه لما بتلبسك يا خال. ليه بس كده؟ ده انا جاي ارمي حمولي عليك. قلت جايز الاقي عندك حكمه تداوي، بيت شعر يريح، لقيت كتل كابه خام. ده انا هضمت الرقاق اللي انا لسه واكله من كتر الكابه. طب خلاص خلاص، اقعد اقعد، حقك عليا، هدور لك على بيت شعر يريحك. طب وانت بتدور كده نقي، ها؟ نقي يعني. بص بلاش العصر الجاهلي، خلينا في العصر العباسي، كان طاري كده وكله عز. بس كده؟ خد عندك من اكتر ابيات الشعر اللي بتخليني اتفائل بالحياه واحس بجمالها، عمك ابو الطيب المتنبي وهو بيقول: قول يا خال. كفى بك داء ان ترى الموت شافيا، وحسب الأماني أن يكن أمانيا.
حسبي الله ونعم الوكيل. انا لو قعدت معاك شويه حرمي نفسي في النيل من كتر التعب. موت ايه اللي شفيا ده يا خال؟ انا لو جيت لك هنا تاني استاهل الموت شفيا اللي انت لسه قايلها دي. وادي الشاي بتاعك اهو. كل مره بتقول كده وبعدين بتجيني برجليك. ده انا افيونتك يالا. خير؟ لابس هدومك ورايح على فين؟ عندي درس. درس؟ ما قلتليش يعني. ودرس لمين بقى ان شاء الله؟ انت هتحققي معايا ولا ايه يا فايزه؟ وما حققش ليه؟ هو انا لو خارجه مش هتقولي رايحه فين وجايه منين؟ ولا هتسيبني اخرج على كيفي؟ انا مش خارج اتفسح، انا خارج اشتغل عشانك وعشان عيالك. متشكرين قوي يا سيدي، بس اعرف برضو الشغل ده فين والمين. انا مش قايله لك تقولي على اي شغل يجي لك يا ايمن. يوه دي بقت حاجه طه. ادي درس في البيت تقعدي على نفسي وتراقبيني كاني عيل صغير وابقى مسخره قدام البنات. ادي درس بره برضه عايزه تنزلي ورايا وتراقبيني. انا صبرت عليكي كتير يا فايزه بس انتي زودتيها بقى. الله الله، من امتى بقى لك صوته بقيت بتزعق يا سي ايمن؟ من دلوقتي. انا ما عنديش استعداد يجيلي الضغط ولا السكر عشان اقعد احايل فيكي واهري في روحي. يعني ايه؟ يعني كل واحد من دلوقتي يعمل اللي عليه من غير ما يضايق التاني ولا يقرفه. برضه خارج ومش همك زعليه؟ طب والله يا ايمن لو خرجت لاخد العيال وامشي لك من البيت. لو عملتي كده يا فايزه هتبقي غلطانه وغلط كبير كمان. اوعي تفتكري الغلط ده هيقرب ما بيننا او هيبقى شطاره مني. وريشك نفش يا ايمن. في ايه يا ايمن؟ خير؟ مالك يا ايمن؟ بقولك ايه يا فايزه، انا ما عنديش وقت الوجع الدماغ بتاعك ده. سيبيني اركز في الكلمتين اللي هقولهم. سيبيني في حالي بقى. ماشي شوف حالك وانا كمان هشوف حالي وهنشوف كلمه مين فينا اللي هتمشي. يا خرب على المنظر، بقى دي الشهاده اللي ابوك قلب دماغنا عليها بقاله كام شهر. ما تتصوريش يما انا فرحت قد ايه لما الشهاده جت على مقاس البرواز بالظبط. كان ابويا كان عارف مقاسها. ما هو يعني كان نفسه امل عنده يخش كليه التجاره وياخد البكالوريوس. اه الحمد لله ربنا كرمه وخد بكالوريوس التجاره اهو. والله انا فرحت له قوي. انت عارفه ابويا ده راجل طيب ويستاهل كل خير. جرايه فقري تتريق على ابوك؟ ربنا يستر بقى. انا عارفه الراجل ده هيجرى له اما يرجع ويلاقي الشهاده بالشكل ده. والله ياما مش اكتر من اللي جرالي لما اكتشفت ان بعد العمر ده كله ما استفدتش منها اي حاجه. سيبيني في حال الله يخليك، انا اللي فيا مكفيني. كفايه اخوكي اداني جرعه كابه تكفي محافظه. حسن انت ايه اللي يوديك لحسن؟ شايف نفسك متنكد تروح لحسن؟ ده انا باخد حبايه الضغط قبل ما اشوفه. صحيح القط بتحب خناق. مش هتاكل؟ والتاني ده العادي احمد مش طايق نفسه خلاص بقى دلوقتي. حتى العيل الصغير فوزي راجع لي كبران 5 سنين. الله في ايه يا عيال؟ اه بمناسبه احمد بقى لما الباشا يشرف صحيني حتى لو كنت بسبع نومه. مش معنى يعني تسال عايزه ليه؟ عايزه ليه؟ لا مش هقول لك دلوقتي عشان عايز افرغ الشحنه اللي جوايا لما اشوفه. لو وحيات امك شحنتين البيت مش ناقص كهربا. كفايه عليا سته كده طبقت على نص حله المحشي اللي رقبتش اتقصعت وانا بحشيها. انا هلقاها منين ولا منين بس يا رب؟ انصاف، هو الغدا جهز؟ جهز خلص. نام في النوم سبع فوايد. Thank you.
كوباية عصير جزر على برتقان، يلا تروقك وتنسيك هم الدنيا. ربنا يخليك ليا يا عم، ويدعم الشفا على ايديك من كل هم. معقولة حكاية الشهادة المخدرات قوي كده؟ وجات على الشهادة يا أما كانت هانت، بس القلب معبي عليها. إيه ده إيه ده؟ يا صلاة النبي يا صلاة النبي، هي المخدة بتسرق الصور؟ هاتي طيب. أوعى يا أما، مش معقولة داخلة ولابسة لي طقم حنية وعينك عمالة تعس زي الصقر في الأوضة؟ هي دي بقى اللي مخدرك؟ دي؟ يخيبك، مكسوف تقول لي ياضي عبيط. لا مش هنخلص بقى، انا غلطان، انا بعد كده هعمل مفتاح لباب الاوضه دي عشان ما حدش يدخل هنا غير بمزاجي. ليه مع 20 وزير في البيت ده؟ نفدغ الباب برجلي وادخل في الوقت اللي يعجبني. انت هتكبر عليا روح امك ولا ايه؟ ياما لا، انت طبعا تشرفي في اي وقت، اعتبريني زي ابنك. بقول لك ياما، الكركديه ده ناقص سكر، ممكن تزودي لي شويه سكر؟ عشان اروح انا ازود السكر وارجع عليك عامل نفسك نايم يا خفيف؟ ياض احكي لي ياض، ده انا ستر وغطى عليك. اوام عملتيها فضيحه ياما وهتتستري عليا؟ مفيش ياما، كنت بدور على ورق يخص الشغل فلقيت الصور دي. بس انت بتحبها يا هيما، تصدق امك انت لسه بتحبها. بحبها ازاي بس يا امي؟ ما خلاص خلصت. امال ما نسيتهاش ليه يا هيما؟ نسيتها طبعا يا امي، بس اصل النهارده قابلتها صدفه في الجامعه. فرحت قوي لما لقيتها حامل وشفت جوزها، ما شاء الله عليه راجل مبسوط عنده عربية زي الفل. الواحد برضه لازم ما يبقاش بنفسه لما يلاقي غيره احسن منه. بس برضه انت ما نسيتهاش شاهين، وليه ما تقوليش ان انا مش قادر انسى فشلي، مش قادر انسى خيبتي، مش قادر انسى اول قلم حط في حياتي. انا مع الزخة والتغل اللي خلفوها واحد واحد، دي بنت ناقصة، دي بنت وحشة، ما اشتريتكش يا هيمة، ما قدرتش ان انت راجل تتقل بالذهب يا حبيبي. الصنفدة يبيعك على اول ناصية، اللي زي دي ما يدكيش عليها يا حبيبي. بذمتك يابا، انت مصدقه ان انا اتقل بالذهب؟ تتقل بالالماظ يا هيما. عارفه يا امه، في واحد اسمه داروين، وده يبقى جوز الناقصه دي بقى؟ ده اسم الراجل ده، وادي الخربين دول يهبل. داروين ده يابا كان عامل نظريه بتؤكد ان الانسان اصله قرد. ده لو كان شافك كان خدك دليل على نظريته، لانك بتاكدي ان القرد في عين امه غزال. متشكرين على الكركديه ام الغزال. انت سيبك بقى من جنينه الحيوانات اللي انت دخلتنا فيها دي وبيني وبينك كده. لما انت شايل ومعبي، امال المنايل على عينها اللي انت خاطبها دي لازمتها ايه؟ منظر يعني. وهي منى مالها بس يا ام؟ البت بتحبني وبتموت فيا وتتمنى لي الرضا ده، انا بس اللي مش عايز اريح قلبي، او بصراحه قلبي هو اللي مش عايز يريحني. لا يا عين امك، قلبك بره الحدوته دي خالص. انت اللي لو كانت المخفيه الجديده ماليه عينك ما كنتش فكرت في المخفيه القديمه، كنت عملت زي عبد حليم في الفيلم بتاع في حياه كل منا وهم كبير اسمه الحب الاول. خلص الحوار ياما بالجمله دي، خلاص ما عنديش كلام تاني هقوله بعد اللي انت قلتيه. وبعدين بقى بصراحه كويس ان انا لقيت الصور دي، اصلي كنت عايز اقطعها. المهم تقطعها جوه قلبك كده. احاول يابا، والله احاول. انت بس تعبتي، ربنا يريح قلبك. اسيب لك بقى الصور دي تلزقها جنب بعضيها، ولا خدها انا احطها على البوتاجاز بمعرفتي؟ البوتاجاز؟ ربنا يخليك ليا يا عم. يخليك ليا، انت كبير يا عم.
خد الباب في ايدك يلا جاي اعرف انام. Thank you.